تواصل قوات المقر المسيطر في قضاء طوز عملياتها الأمنية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وقد تمكنت من إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم وتأمين عودة الأسر النازحة. يقوم المقر المسيطر لعمليات طوز فرماطة بتأمين الحماية لمناطق الطوز وسليمان بيك وآمرلي ومن الحدود الإدارية لهذه المناطق، ويمتد إلى مناطق حدود فاصلة مع قيادة عمليات مقر متقدم كركوك وعمليات صلاح الدين وأيضا قاطع الفرقة الأولى عمليات ديالة. منذ استلام المهمة لحد الآن استطاعت المقر المسيطر أن يستولي على عدد كبير من موظفات العدو وعدد كبير من الإرهابيين، ومن المهم المناطق إليه تم إعادة عدد كثير من العوائل النازحة في مناطق سليمان بيك، مناطق عامرلي، مناطق بير أحمد وبير أحمداد. العمل مستمر من أجل المحافظة على قطع المسؤولية وأيضا قطع المسؤولية يضمن أحداث مختلفة. يعني عندنا لواء 52 فرقة 14 واللواء الثالث تدخل سريع ولواء 52 حشد وفوج طوارئ السابع بعد صلاح الدين، وأيضا وضعت مأمورتنا من رياض شرطة الطوز وآمرلي وسليمان بيك وكافة الأجهزة الأمنية. ارتئينا من البداية أن واحد الجهد الاستخباري، يعني الجهد الاستخباري يعتبر عامل مهم لأجل المحافظة على الأمن ومتابعة الإرهابيين. يقوم الفوج الثاني لواء المشاة 52 فرقة 14 إحدى الوحدات والتشكيلات التابعة إلى مقر المسيطر طوز خرماتو بالعمليات الاستباقية ضمن قاطع المسؤولية لمسح وتفتيش القرى المحاذية للسلسلة الجبلية ضمن القاطع. نحن مقاتلون فوج الثاني لواء المشاة 52 نقوم بعدة واجبات ضمن قاطع المسؤولية، وهي مسح وتفتيش مناطق الخطرة وتأمين القاطع من خلال الكمائن والدوريات والنقاط الثابتة، وكذلك من خلال عدة واجبات مشتركة لبسط الأمن ضمن قاطع المسؤولية، ونعاهد الله والوطن والشعب أن نكون جنود أوفياء. نقوم بواجبات تفتيش ومداهمة القرى المحاذية للسلسلة الجبلية ضمن قاطع المسؤولية، واجبات ليلية ونهارية لتأمين المنطقة من أي اعتداء إرهابي.